تحت عنوان العقل الرقمي والأخلاق الرقمية، ضمان التعاطف وعدم الانحياز نحو الذكاء الاصطناعي، يعقد المجلس العالمي في إكسبو 2020 دبي جلسة نقاشية في قاعة تيرا بجناح الاستدامة. وتبحث الجلسة ازدياد تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على تطور البشرية وفهم الطريقة الصحيحة لاستخدامها وفهم مهامها بالإضافة إلى مخاطرها. وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات أسبوع التسامح والتعايش التي ينظمها إكسبو، وتناقش أيضاً كيفية الحصول على البيانات وطريقة بنائها ضمن المعايير الأخلاقية، بالإضافة إلى كيفية بناء الشفافية في الذكاء الاصطناعي.